ازاي طلبة المدارس يقدروا ان هم ينظموا وقتهم، وازاي كمان احنا ما نضغطش عليهم قوي لدرجة ان هم يملوا ويبقوا عايزين يبقوا مثلا متقدرين وهم قاعدين فاتحين الكتاب. دكتور صفاء حمودة استاذ الطب النفسي بجامعة الازهر تجيب على هذا السؤال. دكتور صفاء صباح الخير على حضرتك. صباح الخير وكل سنة وانت طيبة يا دكتور صفاء. الو، طيب هنحاول معاودة الاتصال بدكتور صفاء. وزي ما بقول لحضراتكم، فكرة انه في اهل كده بيعنفوا ولادهم وفكرة ما طبعا يعني موضوع الفرجة على الاعمال الدرامية في رمضان، خاصة بقى يعني مثلا لو في سن صغير ولا حاجة عايزين نشوفوا مثلا الحاجات اللي هي الكرتونية اللي معمولة، لو في اعمال كرتونية، لو في حاجات مثلا معينة مثلا بيبقى كتير على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بتتناولها فبيحفز ان هم عايزين كمان يتفرجوا عليها. بس ازاي الأهل يوازنوا بين الحاجات دي كلها؟ دكتور صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر انضمت لنا. دكتور صفاء صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح النور، أهلا بيك يا دكتور صفاء. يعني بخير. إزاي الأهل يقدر يوازنوا بقى بين الحاجات بقى اللي الأولاد شايفينها قدامهم عايزين يعملوها كلها في شهر رمضان، وفي نفس الوقت مطلوب منهم إن هم يذاكروا؟ تمام، هنرتب اولوياتنا، ضروري الاسره تجتمع مع بعض ونرتب اولوياتنا. فاحنا الاولويات احنا زي ما حضرتك كده ذكرتي ان في مذاكره وفي مدرسه هنحضرها، دي اول نقطه، في دراسه، في مسلسلات وحاجات عايزين نشوفها، وثالث حاجه ان احنا محتاجين نصلي ونصوم لانه هو شهر كريم ومش هيتكرر غير مره في السنه. فاحنا محتاجين نرتب اولوياتنا، فلان وقت المذاكره الحقيقه محدود والامتحانات بعد رمضان على طول، فهتبقى دي من ضمن اولوياتنا مع الصلاة والصوم. هنأجل بقى كل المسلسلات والدراما وكل الحاجات دي لأنها مش من الأولويات وممكن تتعاد، وبتتعاد فعلا بعد رمضان، مجرد ما رمضان بيخلص بنلاقي كل حاجة بتتعاد تاني من جديد. صح. لا ودلوقتي ما أسهل اليوتيوب، يعني في أي وقت بالظبط موجودة كمان، في أي وقت يتفرج عليها على كل المنصات، والحلقة بوقتها الأصلي من غير إعلانات طويلة فيقدر يشوفها في وقت البريك اللي هو عايز يتفرج فيه. عارفة طبعا هيلاقينا مخرج دلوقتي يقول لنا الباقة. ما هو الباقه مفتوحه في كل البيوت، هو ده بس يعني حتى لو انت مفيش باقه يبقى احنا ممكن ناجل ده او نختار برنامج او مسلسل هنتابعه في وقت البريك اللي احنا هنشوفه بالزبط. اللي احنا هنبقى فاضيين فيه ونلتزم بالوقت ده وما يبقاش اغراءات ان انا طب في مسلسل تاني هيتذاع، طب نشوف حته من ده، طب هكذا. فيا ريت الاسره كلها كمان تدعم ولادها اللي في المدرسه بان هم كمان يلتزموا بان التلفزيون يبقى مقفول في الاوقات دي عشان نقدر نذاكر، ما يبقاش الطفل مشتت ما بين ان التلفزيون شغال بره وسامع الموسيقى وهو مش عارف يركز في المذاكره لانه في فضول طبعا يتفرج ايه اللي بيحصل بره. يعني البيت كله بقى بيلتزم عشان الولد ولا البنت اللي موجودين كمان يلتزموا معاه. ضروري علشان نقدر ندعم ولادنا، لان بنلاقي بيبقى في ناس في الجامعه او ناس خلصت انا ماليش دعوه انا حر انا اتفرج، فلازم يبقى في يعني نتجنب الانانيه شويه ونوقفها ونبتدي نبص على مصلحه الاسره كلها وندعم بعض، لان الصغير اللي بيمتحن ده احنا كنا صغيرين وكان التلفزيون برضه بيتقفل، فبالتالي عشان مش عشان كبرنا نكبر دماغنا ليه ونقول خلاص مش مهم هو يستحمل ويمسك نفسه. لان الفضول عند الكل، وكل الناس عايزه تتفرج واللعب حاجه حلوه. طبعا يعني طبعا هو لما مثلا بيروح المدرسه اصحابه بيتكلموا وشفنا على اليوتيوب او شفنا في التلفزيون المسلسل الفلاني او ما شابه، يعني بيخليه برضه بيحفز عنده لا انا عايزه اتفرج. ما هو بالظبط عشان كده بنقول هنختار حاجه لو نقدر نشوفها على المنصات والباقه هتسمح يبقى نشوفها على المنصات عشان يبقى الوقت محدود. كتير جدا من اولياء الامور ما بيقدروش ان هم يقفوا يعني بحزم قدام الزن بتاع الاولاد. أنا عايز أتفرج، أنا عايز مع كتر الزن خلاص يا سيدي اتفرج. ما هو بالظبط كده، ما هو الطفل اللي بيزن على التلفزيون هو بيزن على البلاي ستيشن وهو بيزن على الموبايل طول السنة وهو بيزن على إنه ينزل يلعب كورة مع أصحابه طول السنة. يعني مش هينفع. بالظبط، هو نفس الطفل اللي عايز يعني يلعب بس، فإحنا محتاجين إن الأهل عموما طول الوقت مش في رمضان بس. صحيح. يبقى في حدود ويبقى في قواعد متفقين عليها مع الطفل ونوصل لهم دايما ان انت بتذاكر عشان مصلحتك ومصلحتك دي الاولويه، ان احنا بنحبك فاحنا بنفضل مصلحتك على اللعب، انت لو لعبت كلنا هنلعب والدنيا تبقى حلوه، ما حدش هيحب يذاكر، احنا مربوطين بيك وبنساعدك وندعمك على لو احنا عملنا جدول كده قبل رمضان ضروري لينا كلنا، هل ده هيبقى مقبول من الطفل ولا كل ما بيشوف جداول قدامه بيحس ان هو مقيد زياده؟ لا وده طبعا بيعمل عنده عبء نفسي.
هيبقى الجدول طبعا فيه فايده كويسه، لان احنا هنحدد الاوقات بيه وهندي له وقت بريك طبعا جوه الجدول، وهو اللي هيحط معانا الجدول، انا مش هحطه ويبقى نازل عليه كده قانون بينفذه، احنا بنتكلم وبنتناقش وبنعرفه كويس قوي، وضروري نوضح نقطه ان الامتحانات وقتها محدود وقتها محدود، لكن اللعب مفتوح على طول وهتندم بعد كده على الوقت ده، فاحنا محتاجين نحط الجدول وجدول. طب دكتور سؤال مهم قوي، فكره ان انا اخلي الولد مربوط افضل بالرياضه او حاجه مفيده، ولا خليه هو يتربط بالتلفزيون والحاجات اللي تشده، واي حد من صحابه يقدر ان هو يشده مثلا لموضوعات بقى في التلفزيون، موضوعات على اليوتيوب، اي حاجه تانية، بس انا اقصد ان فكره ان انا املى اهتماماته بالحاجه المفيده. ايوه نملى سواء رمضان او غيره. بالظبط، بنملى اهتماماته بالحاجه المفيده، ما ده في وقت البريك بس، برضه بنحط يعني عشان برضه في ولاد بتبقى الكوره هي الاساسي، فانا هلعب كوره على طول ومش هعمل اي حاجه غير الكوره، لان انت قلتي رياضه فخلاص هي دي الرياضه، لكن احنا محتاجين نعمل ده جنب ده، ويبقى دايما بنفهم ولادنا ان الحاجات تمشي مع بعضها، وانه يتعود يبقى اهتماماته مشتركه في كذا حاجه في نفس الوقت، والوقت يقدر يقسمه، نعلمه التايم مانجمنت او تقسيم الوقت وتنظيمه من بدري ان هم صغيرين، عشان يقدر ان هو بعد كده ينظم وقته. يا رب يا رب ده يحصل ان شاء الله. دكتور صفاء حموده، استاذه الطب النفسي بجامعه الازهر، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه وكل الطلبه حبايبنا بالف خير، وكل الابهات والامهات بالف خير، وان شاء الله يقدروا ينظموا ويحددوا الاولويات زي ما دكتور صفاء حموده قالت لنا دلوقتي. فكره ترتيب الاولويات ده يا جماعه العلم العالمي نفسه اتكلم عنه، وازاي ان انت تقدر ترتب اولوياتك، وازاي ده اصلا بيأثر على تكوين شخصيتك فيما بعد.